بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. تأتينا العديد من الرسائل، كيف أبدأ في دراسة النحو؟ ما الكتب المعتمدة عندك لدراسة النحو؟ كيف أدرس النحو بطريقة صحيحة للوصول إلى إعراب القرآن الكريم؟ كيف أدرس النحو بطريقة جميلة سهلة لكي أصل إلى احتراف الإعراب؟ في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنجيب على أول سؤال، وهو كيفية دراسة النحو من البداية. من أين نبدأ؟ ما أول خطوة لدراسة النحو بطريقة صحيحة؟ المشكلة الكبرى يا سادة أننا درسنا النحو بطريقة نظرية وليس بطريقة تطبيقية، والنحو هو علم تطبيقي في المقام الأول. درسنا النحو بطريقة فيها بعد تام عن الهدف. ما الهدف من دراستنا للنحو؟ الهدف أن نمتلك مهارة الإعراب، أن نمتلك مهارة إعراب أي كلمة في الدنيا، أن نمتلك مهارة إعراب القرآن الكريم. ولذلك فمن المفترض أن تكون الدروس النحوية هي تصب في هذه المهارة، والكتب التي تؤلف في النحو من المفترض أنها تعين الطالب على امتلاك هذه المهارة. ومن ثم فلا بد أن يكون الهدف واضحا ونحن ندرس النحو إن شاء الله. إذن لابد أن ندرس النحو بطريقة تطبيقية وليس بطريقة نظرية. ما أول خطوة أستطيع من خلالها أن أحترف الإعراب من الصفر؟ أول خطوة من وجهة نظري أننا نعدد الكلمات. يعني مثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كم كلمة؟ اكتبوا لنا في التعليقات مباشرة الآن. الباء كلمة، اسم كلمة، الله كلمة، الرحمن كلمة، الرحيم كلمة. إذن عندنا 5 كلمات في بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إن لم تستطع أن تقوم بتعداد الكلمات وتفكيك الجملة إلى كلمات فلن تستطيع أن تصل إلى ما تريد من احتراف الإعراب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقف الفيديو واكتب هذه الآية عندك في الدفتر، ثم بعد ذلك احسب لنا عدد الكلمات الموجودة في هذه الآية القرآنية. طيب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. اجعلونا الآن نحلل ونفكك هذه الآية. أولا، فإذا الفاء كلمة، إذا كلمة، ركبا كلمة، واو الجماعة كلمة، فإذا ركبوا في الفلك في كلمة، الفلك كلمة، في الفلك دعوا دعا كلمة، واو الجماعة كلمة، الله كلمة، مخلصين كلمة، دعوا الله مخلصين له الدين، اللام في له كلمة، الهاء كلمة، له الدين، الدين كلمة، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، فلما نجاهم إلى البر، الفاء كلمة، لما كلمة، نجى كلمة، والضمير المستتر في نجى أي نجى هو هم كلمة، والهاء كلمة، والميم كلمة، نجاهم. وطبعا على رأي سيبويه الهاء كلمة والميم كلمة في نجاهم، لكن على رأي الكوفيين هم على بعضها كلمة. إذن فلما نجاهم إلى البر، إلى كلمة، البر كلمة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا كلمة، الهاء كلمة، الميم كلمة، على رأي سيبويه وعلى رأي الكوفيين هم على بعضها كلمة واحدة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون، يشرك كلمة، وواو الجماعة كلمة. هل أنت الآن عددت معي هذه الكلمات؟ لو عددت بطريقة صحيحة اكتب لي الآن في التعليقات عددت بطريقة صحيحة، ولو عندك إشكالية في بعض الكلمات اكتب لنا الإشكالية في التعليقات أيضا. وقف في الفيديو وعدد مرة ثانية بعد كتابتك في الدفتر، وعد مرة ثانية للتأكد هل ما استخرجته ما قلته أنا أم لا. نفع الله بكم جميعا وبارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطوة التالية
وهي إتقان مهارة التفرقة بين الاسم والفعل والحرف. ولا تقل أن يعني هذا شيء بدهي أو هذا شيء يسير، لأنني الآن سأقول لك واكتب في التعليقات وانظر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه الآية كم كلمة؟ والآن سنبدأ إن شاء الله تعالى في التطبيق على هذه الآية القرآنية لكي نستطيع أن نفرق بين الاسم والفعل والحرف. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.